دكتور عقاله والبشري شريف على الاهل دكتور تراجعنا حالات في ريف إدلب الجنوبي حالات من التهاب الأمعاء وتصممات شديدة ناتجة عن تناول المواد الملوثة ممكن خاصة هلا في فترة الفواكه مثل البطيخ الأحمر كذلك المياه الملوثة بعض الآبار اللي ما عم تتبع الاجراءات اللازمه الصحيه. هذا الشيء كله بيسبب مبدئيا التهاب امعاء في حاله من التجفاف، اقياءات شديده. منتشره حاليا بدايه موسم الحمى الصيفي الحمى التيفي اللي ممكن توصل المريض لحاله من الاعياء من الدنف من الاقياءات الشديده ممكن تستم وعلاجها بطول قد يحتاج 20 يوم تقريبا. اليوم مثلا رجعتنا شيء اكثر من 30 40 حاله من التسمم بتسممات غذائيه يعني كيف بين اطفال وبين اطفال وبين نساء وبين شيوخ بدك الساعه 10 دقائق